هم كان يمر موكب رئيس الوزراء عبد الله حمدوك من هذا المكان حيث حدث الانفجار. بحسب المعلومات الرسميه ان هذا التفجير تم بريموت عن طريق البعد، وكنالك ايضا يعني رصاص في اطلاق رصاص على الباب السياره الخاصه برئيس الوزراء كما هي ظاهره في هذه الصوره. المعلومات ايضا الرئيسيه تقول ان رئيس الوزراء لم يصب باذى او حتى الذين كانوا يرافقونه في هذا الموكب كان من بيته إلى مقر عمله. الآن السلطات السودانية باشرت العمل واتخذت وكونت لجان تحقيق، وقال والي ولاية الخرطوم أنهم سيقومون بتشديد الإجراءات في التعامل مع الحالة الأمنية وخاصة بالنسبة للأجانب. قال في الفترة الأخيرة دخل عدد كبير إلى هذه إلى السودان دون أي ضوابط، وبالتالي هم سيقومون بتطبيق إجراءات صارمة في هذا الإطار. أيضا في على بعد أمتار من هذا المكان وجدت السلطات السودانية أطلق أو أعير نارية لرصاص لسلاح غرنوف، وهم الآن يقومون ويباشرون بهذا العمل. بعد قليل يمكن أن تظهر معلومات إضافية في هذا الإطار، سنوفيكم بها في وقتها. الطاهر المرضي، الجزيرة، الخرطوم.